شباب انا قاعد، وقعت الفحماية على رجلها صاحت: اه ابعد عني ابعد عني، يخرب مطنك، هي اللي تركتك، ابعد عني. وظلت تغلط بعد المغاربة شوي، من يتعصبون يظلون يفعل كلمة هاي السؤال. اجا هو يريد يمد ايده علي هيك فخه بعجل، قلت لك ايديه كبيره وقد ديوس طويل، يريد يفخه كان الجميده ربكتها. لزمت ايده باوى علي هيك كان يضربني بايده، هو ضربني هنا أنا شباب. عيد وجاب القاسم، سلام الله على القاسم. انا كنت منتظر ضربه من عنده لان ما اريد اتعارك وياه، هسه راح يقول لي ايش دخلك هنا أنا بالمانيا، من تتعارك ويا واحد انت تبلش بالضربه تفتر عليك الدعوه، تفتر الدعوه على مشيتك. شباب ضربني بايده، ضربني بايده هنا بخشمه، انا ضليت لازمها الايده، نكثني مره ثانيه كان شوف اسنان ايش طولاتن، كان اضل لازمه من اصبعه كان اسوي، وانا لازمه من اصبعه كان اسوي اصبع اصبع، لا 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 راح يقطم اصبع، راح يقطمه، لا 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 اصبع اصبع اصبع، ضليت جره هيك جره قويه، قرصة اصبع هيك قرصه قويه، ضل لازم ايده، هو قاعد يعالج ايده بهاي ايده الثانيه، رفع راسه علي كان يقول اول مره اشوف نجوم الظهر بحياتي من هاي ضربتك، انت مين؟ قلت له قوم، قلت له قوم كمل. اباوا على ذول السكيورتي الالبانيين ظلوا على وقفتهم ما تحركوا، شافوا الضرب صحيح، طفرت هي قامت تبكي. انا بكت حاسبت عني وعنها ودرت وجهي وطلعت، قالوا ابو شاهين احنا نحبك ونموت عليك الالبانيين، والله العظيم يا شباب، قال احنا على باب الله واليوم راس السنه وراح تجينا هواي فلوس، اجل مشكلتك بعدين. هو راسا هذا السمين طلع ابو ديوس، شغل سيارته وراح استحى قدام العالم، تاجر كبير. عليها الفحم مال النرجيله هم من كسر واهسها طلعت، انا طالع كان اشغل، قاعد اشغل بالبي ام مالتي، كان ادق عليه الجامه مال السياره. كانت تقول لي من العراق؟ قلت لها اي. قالت خصك تاخذنا الدار. قالت اريدك توصلني للبيت اذا عندك وقت. قلت لها تفضل حياك الله. قلت لها لين انا ما اسوي هيك فقرات على مود انت تنعجبين بيا، اريد من عندك غير امور، لان كل الموجودين يعرفون خاصه المغرب، جماعه قنيطره ومراكش وكازابلانكا يعرفون الجاي اسولف. واخص بوقتها رشو المغربي سلمولي عليه. قالت تعرفني؟ قلت لها لا. قالت لعد ليش سويت هذا الشيء؟ قلت لها انا من العراق. كانت تقول لي الله يرحم صدام. قالت احنا سامعين بالعراقيين اهل غيرة وشهامة، بس بعيني شفت هالمرة. قالت اني بعدنا لحد الان عذراء، والله العظيم يا شباب البنية، قالت بعدنا لحد الان عذراء، لان الوحيدة لاهلها وابوها قايل لها ما ازوجيك الا الرجال اللي يستاهلك، ابوها مدير المرور مال قنيطرة كلها، والشباب البقنيطرة يعرفون على من جاي اقصد، عندهم فيلا وبتخالتها اللي تزوجها كاظم الساهر، بطتها قالت كاظم الساهر ذبح نفسه على بنت خالتي الله اخذها، سجل نص المغرب وتونس باسم. قلت لها ما اقدر. قالت ليش؟ قلت لها اني العفو متزوج. قالت انت مسلم؟ قلت لها هي. قالت المسلم يتزوج اربعه واني مستعده اتزوجك لو كل 20 سنه تشيل التليفون تخابرني تسالني شلونك شلون صحتك، اقول لك الحمد لله بخير بس. قالت ما لد من عندك. قالت لان انت الانسان اللي يقصد علي ابوي، والله يا شباب. والسبب الرئيسي التحرير بحيرة السمك اللي يسمونه نهر جاسم، والفاو بال87 ابو شاهين ابن الناصرية اتصل علي رسميا صدام حسين، قال ابن التوان، قلت له انا طبيت على قصر شيرين، قال ارجع. قال شو تسوي هناك؟ قال ارجع. قال احنا جانب نزلوا بوقتها بهليكوبتر سمتية جناح ثابت، صعد بيها صدام حسين وعدنان خير الله ونزار الخزرجي وفاضل البراك. حتى بوقتها صدام حسين قال للفاضل، قال للنزر الخزرجي، قال له خويك صار مدير المخابرات، كانت رتبت لواء دكتور لواء، ونزار الخزرجي شدوا له فريق اول ويريد يحرر الفاو 87، احنا غاطين بالطين. هو سحب اربع فيالق يقول له لازم ندربهم يلا يرجعون يحاربون. صارت هوسه، قام الزم سلاحك وطب الزم، هو الدنيا مقلوبه يقول له لا خلينا ندربهم بعدين يلا نرجع. وابن الناصرية بوقتها ما كنت اخذ امر، كنت انفذ الموضوع، نجح ما نجح اغلس عليه، بس 100% انا يعني اعرف بالموضوع راح ينجح. شباب والله العظيم مالكم على يمين، بوقتها حكيت رحمة الله على روحه بارق الحاج حنطة الزبيدي، كان بحيرة السمك لحد الان اتذكره كان لابس ياكة مرقطة لون اخضر وبطرون مرقط لون ازرق، كانت رتبته لواء. قال ها ابن الناصرية ايش راح تسوي؟
قلت له بس اريد اربع ساعات راح انادي اقول لكم انا بقصر شيرين بس اربع ساعات مو خذ الدنكرين اثنين سواق قلت لهم على السريع تعال دنكرين اخذ الشباب ترست لك بحيره السمك خبطت عليها نفط ودهن ترست لك نهر جاسم كله دهن هوزين فتحت هوز من هاي الجهه وهوز من هاي الجهه وخليت القطاعات كلها تنسحب بوقتها الايرانيين من الغباء مالتهم عبالهم انسحب الجيش العراقي كلهم اجوا اللي يطب بعد ما يطلع رودي والله اللي يطب بعد ما يطلع قام يزدق راسا جداحه ورت الجقاره كان اذبها كان راسا كان يزميدي ما طلع على روحه بارق الحاج حنطه قال ذولا اسر حرب والاسلام يقول اسير الحرب اذا عطشان اعطي مي لا تحرقهم قلت له عد قلب بلا مبالغه عد استعداد ايش كثر ما يكون عددهم احرقهم ما طول طبع علينا قال لا طلعهم اجى فيلق كامل يريد يطلع الايرانيين ما قدر يجر الايراني ظل يزلق هو وياه شلون استغليت الفرصانه كانوا لابسين مفاتيح من المفتاح اشك فاجل اصعد من المفتاح اجل اصعد من المفتاح اجل اصعد واسر لك 7500 ايراني 7500 وبكت صدام حسين قال اليوم التكريم لابن الناصريه يكون تكريم استثنائي لان احنا سامعين بصياد الصقور سامعين بصياد الطيور سامعين بانواع الصيادين بس صياد الرجال هذا ما ينطبق ان بغى ان ينطبق ينطبق على ابن الناصريه كان يدق على كتفي كان يقول له عفين نزلوا بهليكوبتر لحد الان اتذكره انا كانت البدله مالتي كلها غاز نزل حسين كامل يورط يم الجقارة يقول لك بلكت يلهب والله يا شباب صدام حسين واقف انا راسا قلت له شلون الدخن قدام السيد الرئيس كان يقول له اقضب وبلع الجقارة بلع انا على ابو لابو حتى شواربه وايدي كلها غاز يتشلب بيه بس يريد يلزمني ماكو موته من الكتل سحقت على راسه بالبوت الجوزي وحق لا اله الا الله ونزار الخزرج يعرف هسه بالامارات هو سحقت على راسه بالبوت الجوزي سين كامل بوقتها كان ندانات كبار جريت اجره من ندانه وهبده بعجل مو انا من الاربع الصبح لحد ما وصل صدام بالوحده الظهر متعود اجره من الزنجيل وعجل من الزنجيل 7500 قلت لك 7500 ايراني بوقتها راسا طلع الخميني بالتلفزيون قال يعز علي ان اتجرى اسم ولا اوقف الحرب ونزلت دمعته وقفوا الحرب طلعن الايرانيات بقموا باخلمت مظاهرات خيلقها كشندي طاب الكرا كمندي طاب الكرا تكمك عب ابن الناصرية بحلق ابن الناصرية رجعوهم قال ايقاف الحرب طلع بيان 8/8/88 تم ايقاف وقف اطلاق النار وطلع الشعب العراقي كل والسبب الرئيسي انا ذاك هو لان ما كان عاصى علينا غير الفاو وانا اللي حررت الفاو بس مع الاسف راحت لهواي عالم ونست هواي اسامي القاعده الاصليه اللي حررت الفاو اول واحد انا براس الحربه وثاني واحد كان له فضل والفضل لله بارق الحاج حنطه وثالث واحد على جبل من اهل العماره رحمه الله على روحه مات موت الله قد قلت لك عمليه صارت هذاك يركض طب القصر شيرين اتصل على صدام حسين قال له احنا بقصر شيرين ما عندنا علام عراقيه وحررنا المنطقه شو نسوي قال له شنو الخطه اللي تيدي تسويها علي كان يقول له عند بسطال ما جند عراق راح اعلقه هناك قال له علي شنو رتبتك قال له رتبتي عميد قال له علي عافيه انزع العميد وشد هذا فريق بارك الله بك وكانت تطلع لك اهل العماره كلها وهاي اجمل بشاره اهل العماره اليوم كنا جنود عبر الحدود نفوت هاي اجمل بشاره اهل بعدين مع الاسف المحسوبيه صارت بالانسحابات القطاعات ورا ما هدا الوضع هواي اسامه ما انذكرت لان انا ذاك مع الاسف كان الحكم عائلي بس التاريخ موجود تشون تاريخ موجود وكشهود على هذا الكلام